صباح الخير عن جديد. أعلنت إدارة تطبيق واتساب عن 6 خصائص جديدة في التحديث الأخير لها عبر معرفتها الرسمية. صحيح، تضمنت هذه الإضافات خاصية الاستماع إلى الرسائل الصوتية خارج الدردشة، وأيضا خاصية تعديل شريط الصوت عن طريق عرض مرئي له، إضافة إلى التمكن من إيقاف التسجيل مؤقتا واستئنافه لاحقا. نعم، كما وشمل التحديث الجديد تسهيل عمليات المحادثة الجماعية بين المستخدمين من خلال زيادة العدد إلى 32 مشاركا مع إضافة رموز تعبيرية، كما يمكن للمستخدمين تبادل ملفات ووسائط أكبر حجما عبر التطبيق بما يصل إلى 2 جيجا بايت للملف الواحد مقابل 100 جيجا بايت أو ميجا بايت حاليا. طبعا لنحكي أكثر حول هذا الموضوع نستضيف بيان خانجي مسؤولة قسم مواقع التواصل الاجتماعي في تلفزيون سوريا. صباح الخير. صباح الخير بيان. صباحك بيان. رح نبلش من آخر شيء، أنه بعتقد أنا هي الميزة الأهم تبع أنه نحن بنشارك لغاية 2 جيجا بايت، لأنه كنا نقطع الفيديو لحتى يوصل أجزاء أجزاء عبر الواتساب. التحديث هذا الأخير لواتساب كان رد على تطبيق تليجرام، لأنه تليجرام فينا ننشر ما يقارب 2 إلى 3 جيجا بكل سهولة، بينما على الواتساب فنحن ما بنقدر نشارك أكثر من 100 ميجا. فالتحديث الأخير كان شامل عدة ميزات، أهمها كانت مثل ما قلت نقل الملفات، وكمان حاليا عم بيعمل الكوميونيتيز اللي هي بتهدف أنه ضم جروبات كتير كبيرة لكن لن تصل مثل تليجرام للمئة ألف. يعني تليجرام بنلاقي في عنا 200 ألف 300 ألف مشترك على الجروب الواحد، على واتساب ما رح يكون هذا العدد. كمان الميزة الأخيرة كانت عنده اللي كتير كانت ممتازة، إنه بالمحادثات الكول الفيديو كول أو الواتساب كول حيكون عنا تقريبا ما يقارب 32 شخص، إن كانوا 8. فهو حاول قدر الإمكان يعمل محاكاة أو منافسة لتليجرام خلال الفترة الماضية. يعني فينا نقول إنه تليجرام هو المنافس الوحيد هلأ لواتساب بموضوع الخصائص أو الميزات؟ هو ما هو المنافس الوحيد، ولكن كان المنافس الأبرز خلال العام الماضي، لأنه تليجرام كان أخذ بسبب موضوع السكيورتي اللي طلع على الواتساب. صحيح. صار أخذ موضوع كتير الناس انتجهوا للتليجرام. فهو حاول كتير واتساب أو شركة ميتا بالشكل عام بتحاول قدر الإمكان محاكاة أي أبليكيشن منافس لإلها. يعني مثل ما حكت تيك توك على ريلز، نفس الشيء حكت او عملت محاكاه لنفس الميزات من تليجرام لواتساب. طيب بيان، هلا بصراحه تليجرام فيه ميزات كثير كبيره، بس بنلاقي العالم دائما تستخدم الواتساب بشكل اكبر، شو السبب؟ لانه كان اسهل لها. يعني هن اول ما بلشوا مع الواتساب، تليجرام لما تعرفوا عليه فيما بعد، يعني او عدد قليل بيستخدموه، في بلدان معينه ما بتستخدم تليجرام، سبيشلي انه تليجرام هو تابع لشركه روسيه، بينما واتساب كان متعرف عليه والماركتينج تبعيته كان اعلى. هلا واتساب اخير يعني بال 2014 كان ملك ميتا، يعني شرته فيسبوك، وهلا حاليا هو ملك ميتا، فبالطبيعي الماركتينج تبعيته والاشياء اللي تمت عليه كانت كثير مفيده، والناس بالمجمل بتحب تستخدم ابلكيشن واحد، بتحب تطلع من عده ابلكيشن، خصوصي الناس اللي الفئه الشعبيه، يعني اللي ما لنا شركات، عم نحكي نحن على الاحياء السكنيه او المدارس او الطلاب، فبيحبوا يبقوا على ابلكيشن واحد. حاول قدر الامكان فيسبوك انه يسهل هاي العمليه. طيب كنا عم نسال بعض انه اذا صار هذا التحديث على الموبايل، تحديث الواتساب، نحن لازم نعمل تحديث للجهاز حتى نقدر نستخدم هاي الميزات واتساب، اما خلص هي جاهزه وموجوده؟ هلا بالمجمل الكل لازم يكون عنده خاصيه الابديت لكل ابلكيشن، فلازم يكون في عنا ابديت للواتساب لحتى نجمل. بس هي هالميزه تم تعميمها ببعض البلدان، بس يعني تقريبا بتاخذ لها اسبوعين لتكون عند الجميع، سبيشلي اللي عم نحكي على الميزه انك تسمعي الفويس مسج خارج المحادثه. يعني هي تماما هي تماما بتحاكي الساوند كلاود، اللي هو بتقدري تسمعي الغنيه وانت على ابلكيشن ثاني، نفس الشيء هون. فنحن كنا الماسنجر اذا ما كنت بنفس التشات ما فينك، الواتساب سوري، اذا ما كنت بنفس المحادثه ما فينك تسمعي الفويس. هلا لا، فيك تعملي صار بالباك جراوند بتكمل، وانت فيك تحكي مع حدا ثاني تعملي، حتى لو الابلكيشن، حتى لو وقفتيه عند حد معين عند نقطه معينه رح ترجع تكمل بنفس الطريقه. ونفس الشيء لو انت عم تعملي ريكورد، يعني لو انت عم تسجلي تسجيل صوتي، كمان فيك النقطه اللي وقفتي عندها تكملي. بالاول كان لا، اما بدك تلغيها تمسحيها. صحيح،
كمان الميزه الاحلى للاشخاص اللي بيشتغلوا او الاشخاص اللي عندهم عمل كثير مهم انه صاروا يسمعوا الميزه قبل ما يبعتوها، يعني بالاول كان لازم تبعتي الفويس لتقدر تسمعيه، هلا لا صار فيك تسمعيه قبل ما حتى تبعتيه، وبالتالي فيك تكنسل او تعمل ديليت. حلو. طيب نحن شفنا يعني التطور بالواتساب مر عبر عدة خطوات، مثل مثلا التحديث الأخير صار في عملية تسريع للفويس مسج، يعني صحيح. مثلا كان حد يبعث لي مرحبا أيهام كيفك صرت هلا خلص بسرعة على تاكس اثنين، صحيح تماما. هاي الميزة كمان متاخذة تماما من تليجرام، تليجرام كمان عنده واحد لواحد ونص لو اثنين اكس بالتسريع، نفس الميزة أخذها واتساب وبيعملها. هلا واتساب بالمجمل بيعمل أبديت كل فترة وفترة، السنة الماضية كان عنده أهم أبديت هو الواتساب بزنس للسمول بزنس، حتى اعطاهم عدة تصنيفات تقدر تشتري وتعرف الاسعار، تعرف البراندات اللي موجوده، بس عم نحكي على السمول بزنس، فكان كثير مساعد للشركات الصغيره واتساب بزنس لهم. طيب هلا في شفت كذا فيديو على التيك توك انه مثلا فوتوا على هذا الموقع افتحوا الواتساب عن طريقه، وفي كثير ميزات منها مثلا اذا حدا بعت رساله وحذفها فيك ترجعي تشوفي شو حذف او هيك، ميزات كثير غريبه. هل هذا الشيء موجود؟ هلا هو موجود ولكن هو غير صحيح، يعني غير صحيح اني انا انزل ابلكيشن يشوف ابلكيشن ثاني، لان احنا الميزه الاساسيه بواتساب اللي هو عم بيوعد فيها واللي مستمر بالوعد انه هي محادثات فيها خصوصيه، يعني اند تو اند، يعني ما فيها يكون في تهيير، ما حدا بيشوف الخصوصيه. هلا انت ما تستخدم ابلكيشنز ثاني، اول شيء ممكن يكون الابلكيشنز معه فيروس، ممكن يسبب ضرر لملفاتك، لانه هي الملفات اصلا غير يعني غير مصرح فيها انه يتم استخدامها، مثل ما عم تقول انت بيتم نشره عن طريق التيك توك، صح؟ ما بيتم نشره عن طريق الابلكيشن. يعني لسه اليوم في تخوف من الخصوصيه من واتساب؟ صحيح، مع كل التطور لسه في تخوف. هلا وعد فيسبوك او واتساب انه في خصوصيه عاليه ولا تتم الانتهاك، وكل ما بتبعتي اي رساله او مسج بيبعث لك مباشره اند تو اند، بما معنى انه الرساله هي فقط حيشوفها الشخص اللي انت بعتيه له، من دون ما اكيد حتمر عبر السيرفرات ولكن لن يتم متابعتها او تهكيرها من قبل شخص ثالث، يعني منك للمرسل. هاي الجمله اللي بتكون تم تغيير الشيفره رمز بالضبط، لانه في كثير ناس بيسالوا انه هاي ليش عم تطلع لي، انه هاي الشفرة بتأكد لك أنه الرسالة اللي أنت عم تبعتيها هي رسالة فقط لن يتم اختراقها، أو فهو دائما إما بيكونوا مكتوبة الشفرة أو مكتوبة end to end، بما معنى من عندك للشخص المرسل. يعني فينا نطمن حاليا موجودين بسوريا أنه رسائلكم على الواتساب يا جماعة ما حدا راح يخترقها ولا حدا راح يشوفها. بسوريا شيء ثاني أيضا، ما فينا نطمن. هلا احيانا ممكن الحكومات تطلب انه السيرفرات تفتح بهي القصص، لكن هي مواضيع كثير صغيره، لانه كمان بدك تعتمد انه انت الواتساب من وين اخذ. لا يعني في ناس مثلا ممكن تستخدم رقم وما تكون بالبلد نفسه، صح. ممكن يكون عندك رقم قديم ولسه ما عملتي له تحديث انه انت صرت ببلد جديد، فما فينك كثير تمسكي هي القصص. بس ما دخل الرقم، يمكن دخل الشبكه، صحيح؟ يعني حتى اذا كان يمكن الرقم من غير بلد بس انه هو ضمن شبكه معينه ممكن انه يقدروا يطلعوا عليه. ايه اوكي، بس ما يعني ما انا بهي السهوله، يعني تحتاج الى اجراءات كثير كبيره ليتم خرق الموضوع. يعني حسب واتساب وعلى ذمة واتساب، يعني انه مستحيل يتم الامر الا بدعاوى كثير قضائيه او ارهابيه ليتم الموضوع، وبالمجمل ما بيكون طيب. يعني سهل. شو الميزة اللي بتحسيها ناقصة حاليا بواتساب بتطلبيها هلا منه؟ هلا ما في ميزات حاليا قليلة، بس بالعكس الواتساب حيعمل شغلة مستقبلا هي الكوبي رايت، لأنه هو تابع بشكل ما إلى ميتا، فإنه أنت ما نفترض أنه أخذت فيديو قصيته من فيسبوك ورجعت رفعته على الواتساب وبعثته للجروب، ممكن يجي عليه كوبي رايت من واتساب انه هذا الفيديو انت ما بتملكه. أوه. او حتى على الستوري، لو كانت الستوري فيها اي شيء تنمر او ممكن تنحذف الستوري، ممكن يوقف الاكونت. هذا الشيء صرح عنه واتساب انه هو راح بيكون في كوبي رايت، راح يكون في كوميونتي جايد لاينز على استخدام الواتساب، يعني ما راح يكون بشكل. هذا موضوع خطير لانه طبعاً. كثير بيتم تداول فيديوهات مقطوعه او مصوره. ايه فهي هي مشكله اساسيه، يعني حتى على الستوري ممكن لو كان في تنمر على الببليك فيجر او مثلا انت ضد مثلا حدا عم تحط صورته، ممكن كثير تمحس في الستوري، انعطالك ريستريكتد او تقييد للاكونت تبعيتك، ممكن كثير ينحذف الواتساب، يعني في عقوبه بتاخذها تقريبا 30 يوم بينما ترجع كثير اكتف على واتساب. فبالعكس موضوع الستوري شو بتتمنى؟
شو بتمنى؟ يشيلوا موضوع الستوريات عن عن الواتساب، ما حبيتها ابدا. انا ما بشوفهم، بتعرف انه مكتشفه مؤخرا انه انا في ستوريات يعني حسيت ما له طعم ابدا بصراحه. ميزه الستوري ما بتنزل على فيسبوك لانه عندها ارقام محدده وبتعرف انه هاي الناس بتشوفها، او ما عندها اساسا انستغرام. يعني بدك تحكي انت على شريحه او فئات معينه انه حابه انها تعرض ستوري. على واتساب ما فيه يلغي الستاتس، هي كانت احد الميزات الاهم له الستوريز الموجوده عنده. بالعكس هذا بس هو انت فيك تتحكم فيها، فينك تحط انه مين الاشخاص اللي يشوفوها ومين لا. فحتى لو كنت حسابك ببلك فيك تحدد مين الاشخاص اللي تشاركون الستوري ومين لا، بس تنشال الميزه لا اعتقد. انا بحب اذا حدا بعث لي رساله وتم حذف الرساله ارجع اشوف شو ارجع اشوف شو سبيشال، لانه غالبا برجع بساله شو بعثت وحذفت. بس نفس الشيء انت كمان اذا كنت مغلبط لك شيء غلط او معصب مثلا وبعث لخطيبتك شيء على هاي الميزة حتساعده كتير بالميزات الجديدة إنه هو فيها يحذف قبل ما يبعث حتى يعني، بس مع المسج كتير منيح. عم يسألنا المخرج على الواتساب الأزرق اللي فيه ميزات يمكن أكثر، أديش صحيح في شريحة بتستخدم الواتساب الأزرق؟ أو شريحة كتير قليلة، نحن عم نحكي عن الشركات اللي كتير كبيرة وبيكون عندها كلاينتس كتير كبير، ولكن حالياً الواتساب المستخدم فقط هو يعني المشهور بشكل عام البزنس اللي هو بينعطى حتى بتقدم الشركة على فيريفايد، بيتم توثيقها للشركة وفينك تدخل من خلالها تشوف الكتالوجز تبعوتها لأنه أوريدي بيكون موجود تفاصيل عن الشركة بشكل بريف أكيد، يعني وين وتواجد الشركة والأرقام اللي بتعاملوا معها ولمين تابع الشركة أيضا. واتساب لسه عم بتوسع أكثر، ما هي هاي الأبديت الأخيرة، ولكن على الأقل هو عم بيحاول أو إيجاري تليجرام وهذا شيء واقع يعني. شكرا لك، شكرا للمعلومات القيمة، يسعد صباحك بيان خنجر. شكرا بيان، صباحك بيان.